روسيا تنفي قصفها ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا بعد يوم من اتفاقية الحبوب. ماكرون يبحث مع السيسي أزمة إمدادات الغذاء والتعاون الدفاعي. منظمة الصحة العالمية تطلق أعلى مستوى من التأهب لاحتواء تفشي جدري القردة. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلا بكم. نفت موسكو قصفها ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا حسب ما أشار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار. وكانت السلطات الأوكرانية اتهمت روسيا بقصف ميناء أوديسا حسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية بعد يوم من اتفاق الحبوب الذي أبرم في تركيا. وأوديسا هي أكبر مدينة وأهم ميناء على ساحل البحر الأسود، ما يمنحها أهمية بالغة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في باريس وأجريا محادثات تناولت العلاقات الدفاعية. ووسط مخاوف متزايدة من آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الأغذية العالمية، ناقش الرئيسان سبل التعامل مع العواقب الاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة والأمن الغذائي، وفق ما أوردت الرئاسة الفرنسية في بيان. قالت وكالة سانا الرسمية السورية للأنباء أن 3 عسكريين قتلوا وأصيب 7 آخرون جرى غارة جوية إسرائيلية طالت فجرا أهدافا في محيط العاصمة السورية دمشق. في المقابل قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى 6، 3 منهم سوريون والباقون من جنسيات أخرى، مضيفا أن إسرائيل استهدفت مكاتب المخابرات الجوية ومكتبا لضابط رفيع المستوى ومستودع أسلحة لإيرانيين في محيط منطقة السيدة زينب. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. أنقرة تؤكد أنها لا تطلب الأذن قبل شن أي عملية عسكرية في سوريا. أهلا بكم من جديد. أكدت أنقرة أنها لا تطلب الأذن من أي أحد قبل شن عملية عسكرية في سوريا. ونفذت تركيا منذ عام 2016 عدة عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية في الداخل السوري، واستهدفت فيها الميليشيات والتنظيمات الكردية، كما أطلقت هجوماً مطلع العام 2020 ضد قوات النظام. وكان الرئيسان الروسي والإيراني قد حذرا في وقت سابق من أي عملية في شمال شرق سوريا ستلحق ضرراً بأطراف مختلفة في المنطقة. تقدمت السلطات الصينية باعتذارات لسكان مجمع مغلق في مدينة غوانزو بعد أن أزالت أقفال منازلهم. وكانت السلطات تبحث عن مخالطين للحالات المصابة ظنت أنهم مختبئون لتفادي نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي. وتطبق الصين سياسة صفر كورونا الصارمة التي تتضمن عدم وجود أي حالة مصابة بالفيروس خارج الحجر الصحي. في الختام تذكير بأهم العناوين. ماكرون يبحث مع السيسي أزمة إمدادات الغذاء والتعاون الدفاعي. منظمة الصحة العالمية تطلق أعلى مستوى من التأهب لاحتواء تفشي جدري القردة. بهذا قد نكون وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.